قد لا تكون تلك اللائمات الحالمات في غيرة منك فحسب. قد لا تكون لمعات الحسن على آدابك المشكلة. أو سريان الندى في ثمرات شفاهك المعضلة. قد لا يكون قلبي ونبضاته إليك المتكررة ومذاق رحيق الشهد وقطراته المحيرة. قد لا يكون شعرك هو طاحونة عشق المدمرة ولا رقاقات المسام في أسفارك المكورة. أو رماية طلقات النار في شرارات عينيك المحورة. ولا سلالات البشر في كتب تاريخك المنورة. إنها أنت بكل تفاصيل الأنثى. أنت لأنك باختصار أيتها المبعثرة حبيبتي. وهنا تكمن معجزات حبي المقررة.